قرار تعليق مهمة المراقبين العرب في سوريا لم يلقي بثقله فقط على داخل سوريا وحكومتها، بل أتى كتأكيد على تدويل الأزمة لتسارع دول أوروبية وعربية إلى العمل على إعادة صوغ نص مشروع قرارها بشأن سوريا. التطورات المتسارعة تزامنت مع دعوة متجددة للرئيس السوري بشار الأسد إلى وقف عمليات القتل في بلاده. على الرئيس الأسد تحديدا كزعيم مسؤولية مهمة لحل هذا الوضع والدخول في حوار سياسي، وأولا وقبل كل شيء أن يوقف سفك الدماء فورا. بان دعا أيضا من العاصمة الأثيوبية القيادة السورية إلى القيام بعمل حاسم في هذا الوقت لوقف العنف. الموقف الروسي على حاله، فموسكو أدانت قرار تعليق مهمة بعثة المراقبين العرب في سوريا، وتساءل وزير الخارجية سيرجي لافروف عن السبب الذي يجعل العرب يتعاملون مع مهمة مفيدة بهذه الطريقة. الموقف الروسي أتى معطوفا على موقف حليف أعلنته إيران، منتقدة الدول العربية التي تنفذ أجندات أمريكية. من المشاهد السخيفة وبطبيعة الحال المريرة أنه في منطقتنا بعض الدول التي لا تتمتع بأي من مبادئ الانتخابات والحرية في ثقافتها قد اجتمعت وتريد من الآخرين الحرية والديمقراطية. الدول العربية التي أخرجت الكرة السورية من مرماها حاضرة في نيويورك حيث يطبخ القرار الأممي، وأعرب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي عن أمله في أن يتغير موقفا روسيا والصين لدعم المبادرة العربية الجدية لإنهاء الأزمة في سوريا. وفي هذا الإطار أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي أن وزراء الخارجية العرب سيجتمعون الأحد المقبل في القاهرة لبحث وضع بعثة المراقبين العرب في سوريا.